خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي وخالقي، يا رافع السماء بلا عمد، يا سامع الصوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، لك الحمد، لك الحمد يا رحمن. ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب، لك الحمد. ما هاج الغرام وما هم الغمام وما غن الحمام المطرب. الحمد لله على جزيل العطاء، مسد النعماء، كاشف الضراء، معطي السراء. الحمد لله عالم السر والجهر، الحمد لله عالي القهر والقدر، الحمد لله المتكفل بالأقوات، المدعو عند المدلهمات، المطلوب عند كشف الكربات، المرجو في الأزمات. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وكل مكروه كفاه، وكل حادث لطف فيه. أيها المؤمن الكريم، اعلم أن المؤمن حبيب تحبه القلوب، ترتاح له الأنفس، تأنس بحضوره الناس، تهش لقدومه الأرواح، تفرح بحضوره الجموع، تعشق لقاءه الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. يقول أحد الفضلاء: إذا سافرت ولم يبك عليك أصحابك فراجع أخلاقك. المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجزي الشاكرين. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.